اقدر اساعد الناس. وحسيت ب وما حسيت بجمال هذا الشيء اكثر شيء الا لما تخصصته. يعني انت ما تتخيل، انت عارف احنا وفي كل مجال، واي انسان المهندس وحتى اللي يشتغل في بقالة ولا العامل، كلنا بنتعب في عملنا. لكن انا اكثر شيء يريحني في عملي لما يتصلوا ويقولوا لي فلانة حملت، احس الدنيا صارت حلوة وجميلة وكل التعب ننسى. فلا، شعور جميل يعطيك هذا التخصص. بالفعل يعني انت اتوقع الناس اللي قاعده تجي لك يعني صاير لهم فتره قاعدين صبر وصبر وصبر، وغير القلق الاجتماعي، واللي عندنا بعد في مجتمعاتنا الضغط الاجتماعي السوشيال ستريس مستحيل يعني، صحيح، والنظره هذا خاصه الى البنت يعني. فاتوقع ان الشعور جدا جميل يعني، اتوقع لو يقولوا لك هي حامل بعد فتره طويله والهم انزاح صحيح صراحه. صحيح صحيح. في طبعا في ضغوط نفسية واجتماعية كثير زي ما تفضلت، يعني بعضهم حياتهم الزوجية مهددة، بعضهم عليهم ضغوط حتى لو ما هو من الزوج، من أهل الزوج أو من أهلها أو من أهل الزوجة على الزوج كمان. ففي ضغوط نفسية كثير واجتماعية غير الضغوط النفسية. يعني حتى الناس اللي يقول إحنا ما علينا في، عفوا، في أهلنا، إحنا لنا في نفسنا، إحنا نفسنا ننجب. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما في يعني ما حد يقدر ينكر الشيء هذا. وحتى ترى الناس اللي بعضهم يقولوا أنا ما أحب الأطفال، يعني أقول لهم يعني شوفوا أنا أحب الأطفال، بس هل الحب القاتل؟ يمكن عادي، لكن أطفالك شعور آخر. فبالعكس حتى الناس اللي يعتقدوا أنه أوكي أنا يمكن أوكي مع الأطفال وبنات أخويا وبنات أختي، لكن صدقني أطفالك أنت شعور الله الله يعني يرزق الكل فيه. وما نقول لا يحرمهم، خلينا نقول يعني لا يمتحنهم او لا يختبرهم في هذا الشيء، لانه الشعور هذا جميل. الله يرزق الجميع يا رب. ان شاء الله. زين، طبعا اول شيء كنت حاطك سؤال مخصص عن التصاقات الرحم، بس ابي اسالك السؤال العام اول شيء قبل لا ادش على هذا السبب البسيط. شنو الاسباب الشائعه لتاخر الانجاب؟ طبعا شوف، احنا لو الانجاب فكرته بسيطه، يعني حتى هذا الشيء ينطبق حتى لما ادرس الطلاب. انت عارف ان انا ادرس في الجامعه، فلما انا اتكلم مع الطلاب او هذا بقول لهم الموضوع بسيط، عشان يصير حمل نحتاج 3 اشياء: حيوان منوي يقابل البويضه في قناه فالوب، حيوان منوي يقابل البويضه في قناه فالوب. معناته احنا لو في تاخر احنا نطالع في 3 اشياء فقط: الحيوان المنوي، البويضه، وقناه فالوب. فلما نجي نعمل اي تحاليل او نجي ناخذ هيستوري او تاريخ مرضي نسال عن دول 3 اشياء، نجي نتكلم على الفحوصات نتكلم عن دي 3 اشياء. فتاخر الانجاب اما في مشكله في الحانه المنويه، طبعا مشكله الحانه المنويه لسه طويله، ممكن يكون مشكله في العدد، في الحركه، في الاشكال، في كميتها، في خروج السائل المنوي نفسه. ممكن بعض الازواج يصير عندهم حاجه ارتجاع في القلب زي الناس اللي مصابين بالسكر. فالحانه المنويه لها عده تقسيمات. في المقابل البويضه قد يكون في ضعف في التبويض، انعدام في التبويض، لخبطه في التبويض. هذه بالنسبه للبويضات، وطبعا باسبابها المختلفه. وقناه فالوب قد يكون فيها انسداد اللي هي مكان التقائهم، فاذا المكان الالتقاء هذا مسدود معناته الحيوان المنوي ما يقدر يقابل البويضه جوا. فهي ذي الـ3 اشياء اللي احنا نطالع فيها، وهي ذي الاكثر الاشياء. طبعا في مجتمعاتنا العربيه موضوع قناة فالوب، وشايف قلت لك لا تفلسف كثير، امسكني انت كل شوية. انا مستمتع معك، كمل. اي قناة فالوب، طبعا اللي يسد قناة فالوب ايش يا جماعة؟ قناة فالوب اللي يسدها الالتصاقات، والالتصاقات دي قد تكون داخلية او خارجية. انا اشبه قناة فالوب اقول هذا الرحم، انا الرحم، هذه قناة فالوب يدي، تمام؟ فاذا في التصاقات هنا ايش تسوي؟ تشد الانبوب كذا وتشده كذا، فيقوم ينقفل الانبوب، فيصير في كيعان، يصير في ثنيان، يقوم ينقفل قناه فالوب. فالالتصاقات تقفل قناه فالوب. وطبعا في مجتمعنا العربي موجود هذه الاشياء، لانه في عده اشياء للالتصاقات، لكن اكثر شيء عندنا مشاكل في التبويض، واللي اكثر منها يوسف مشاكل الحانه المنويه. وما نعرف ليش، يعني احنا عملنا دراسه شفنا عدد الحالات، يعني نقسم نشوف الحالات تاخر الجاب اللي عندنا مرجعها الزوج او الزوجه او قناه فالوب، لقينا انه مجموعه كبيره سببها الزوج، وما نعرف هل هو اكلنا، حياتنا، عاداتنا، الادخنه اللي في الشوارع، المصانع، ما نعرف ايش السبب، لكن عندنا كميه مشاكل الزوج
عالية جدا في مجتمعنا. المشاكل أي هي اللي هي الحركة، الشكل، العدد، ولا كلهم نعم مع بعض؟ لا كلهم باختلاف درجات، في ناس عندهم هذا أو هذا، وفي ناس عندهم أكثر من سبب، وفي ناس عندهم احنا نسميه الكومبايند، يكون الزوج والزوج عندهم مشكلة. لكن نعم في الزوج ممكن تكون أي واحدة من هذه الأشياء. زين، هل ممكن من يعني هل هي تطورت على هذا الزمن الحين في هذه الايام؟ خلينا نقول قبل ما كانت كذي وصارت كذي، ولا من قبل كانت عندنا مجتمعاتنا نفس الشيء؟ والله شوف، الأسباب واحدة من زمان إلى اليوم، لأنه قلنا أصلاً عناصر الحملة الثلاثة اللي تكلمنا عليها، فالعناصر هي نفسها الثلاثة. لكن بقول لك إحنا في مجتمعنا على الأقل السعودي، من يوم ما أنا رجعت السعودية الحين لي 13 سنة راجع 14 سنة، من يوم ما جيت ونشوف هذه الحالات، لقينا إنه كثير منها تعود للزوج، أو الزوج له دور في معظم الحالات. زين، وإذا كانت من المرأة تكون أكثر شيء من الالتصاقات ولا من البويضات؟ والله أكثرها من البويضات، أكثر من البويضات، لكن طبعا في ناس عندهم مشاكل في الالتصاقات وانسداد الأنابيب طبعا. زين، الحين خلينا نتكلم، بما أنك أنت بطلت موضوع الرجل أول شيء، راح أرد لك إياه بالتسلسل مرة ثانية. شنو اوكي لقيت الأسباب مو معروفة؟ خلينا نقول العلاجات شنو هي بالنسبة لي إذا كانت المشكلة من الرجل؟ طيب، هو شوف طبعا انا كثير من الناس يعني اليوم على الاقل لما كانوا عندي في العياده بعض الشباب اللي عندهم مشكله، فبقول لي واحد انه ترى ما في سبب وما في علاج. فطبعا طالع كذا فيا زعلان، فقلت له شوف ترى في الطب في كثير اشياء ما لها اسباب. يعني ليش فلانه جاها ضعف الغده الدرقيه؟ ليش البنت الفلانيه جاها سكر؟ ليش هذا جاتها حصوه في المراره؟ ليش هذا التهبت عندها الزائده؟ ليش جاله تصلب لويحي؟ ليه جاء ام اس؟ ليه جاء توحد؟ ما نعرف. طبعا كلمه اثنين انا نعرف، انت كطبيب فاهم ايش قصدي، بعضها تكون مثلا نسميها اوتو ميون ديزيزز او حاجات زي كذا، بس بالنسبه للناس للعامه ايش يعني اوتو ميون ديزيز؟ ما لها قيمه. هو يبغى يعرف ايش انا سويت عشان حصل لي هذا الشيء. وفي الطب ما في حاجه زي كذا، بس بالرغم من كذا احنا دور الطبيب، دائما احنا نقول دور الطبيب مو بالضروره معرفة السبب في حد ذاته، قد ما يكون دور الطبيب هو إيجاد الحل أو العلاج. طبعا لو قدرنا نعرف السبب ونقضي على السبب ممتاز، لكن لو ما قدرنا نعرف الأسباب على الأقل نساعدهم في الوصول إلى العلاج أو إلى الهدف في حال تأخر الإنجاب. لأنه إحنا في تأخر الإنجاب دائما أقول لهم هو مش علاج بقدر ما هو وصول للهدف، وصول الهدف بالنسبة لنا هو الإنجاب الحمل. فبالنسبة للأزواج، ليش الاسباب؟ معظمهم ما نعرف. يعني نعم في بعض الحالات لها اسباب، يعني الازواج اللي تعرضوا الى علاج كيماوي، احنا نقول في حاله السرطان الله لا يكتب على احد، العلاج الكيماوي، علاج الاشعاع، الناس اللي جاهم المامبس اللي هو ابو كعب او يسموه النكاف، واصاب الخصيه، بعض الرجال اتولدوا والخصيه معلقه في البطن وبعدين نزلوا لهم هي، هذه قد تكون بعض الأسباب، بس هذه تمثل جزء بسيط جدا من مجموعة الرجال أو الشباب اللي عندهم مشاكل في الحنة المنوية. معظمهم ما عندهم أسباب، وبالتالي ما في لهم علاج مثبت طبيا. طبعا مثبت طبيا أنت عارف، بس يمكن عشان الناس تسمعنا وتفهمنا هنا كلمة مثبت طبيا، لو نبغى نبسطها خلينا نقول نجيب مجموعتين من الناس عندهم نفس المشكلة، هذه المجموعة وهذه، نعطي هذول علاج، هذول ما نعطيهم علاج، نتابعهم، نلقى بعد فترة إنه اللي هنا أنجبوا أكثر من اللي هنا، فنقول شفت كيف العلاج جاب نتيجة. هذا العلاج مثبت طبيا، لكن في الطب عندنا ما في شيء مثبت طبيا يصلح العدد أو الحركة أو الأشكال. فبالتالي إذا إحنا ما قدرنا نساعدهم بذا الشيء نقول أوكي إذا ما في سبب وما في علاج، وطبعا كلنا عارفين إنه هذا دخل الشيء ما له علاقة في الحياة الزوجية، يعني عفوا إن شاء الله اللي بيسمعونا يعني أغلبهم أدلتس، ما له علاقة بالانتصاب والجماع والرغبة والشهوة، إنه قوي إنه ضعيف، ما له علاقة بهذا الموضوع. فضعف الحياة المنوية أنا أقول لهم هذه مشكلة صحية ما تعيب الرجل، هذه مشكلة زي ضعف الشعر والسمع والبصر، هي مشكلة صحية. فإذا اتفقنا إنه ما في سبب، ما في علاج، ما لها دخل بالأمور الزوجية، معناته الشغلة شغلة تخصيب، يعني يحصل عندي حمل أو ما يحصل أو يتأخر. فإحنا بفضل الله نساعد الناس أو نساعد الأزواج في الوصول إلى الهدف اللي هو الإنجاب عن طريق